تصنع الحدث، كرة أمامية لفائدة المنتخب النيجيري، يبقى أمر الهدف الرابع قائم 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 قائم. نعم جول جول، هدف رابع في هذه اللحظات لفائدة المنتخب النيجيري. شاهدوا خطأ على مستوى استلام الكرة من فايروا، انطلاقة انطلاقة من جانب أوغوتي للجهة اليسرى، المراوغة ثم المتابعة بهذه العرضية، وهنا يضغط إيدي، هدف ضد المرمى، هدف ضد المرمى. سنشاهد الإعادة من هذه الزاوية، المراوغة الممتازة من ميكي روبي.